احنا في الجمعيه المغربيه لضحايا الارهاب كننظموا الايام السينمائيه الثانيه، واللي هاد السنه درنا لها شعار ديال الحق في الصوره، والدوره تسمات باقتراح مع الاخوان الجمعيه انها تكون دوره الطيب الخمال اللي هو ولدي، واللي كانت هو ضحيه ديال الارهاب وكانت توفى اسبوع من بعد 16 ماي، يعني يوم 23 ماي. تم عرض الفيلم المغربي الاول وهو كامباك لمخرجه ابراهيم شكيري، والذي لقي استحسانا كبيرا من طرف الناس اللي حضروا، لانه يقارب موضوع الإرهاب من زاوية أخرى، ليس من زاوية الضحايا، وإنما الإبن الذي تم استقطابه وهو إبن أسرة مغربية مقيمة في بلجيكا، وتم استقطابه والتحق بداعش، والأم دياله اللي بذلت كل الجهود من أجل إنقاذه ونجحت في ذلك. وهنا كانت في المداخلة ديالي من بعد الفيلم على أنني يعني كنت بقدر ما كنت تحت يعني المشاهد العنيفة ديال الفيلم، تمنيت لو كنت في مكانها واستطعت بدوري إنقاذ ابني، وإن كان هو من الضفة الأخرى، من ضفة الضحايا. يعني هنيتها على أنها عندها هذه القوة وهذه الشجاعة واستطعت ترجع ولدها للحياة والأسرة، علما على أن هذه القصة هي قصة واقعية، وعلى أنني قبل ما يتكون الفيلم، لأن الفيلم جديد خش 2022، أنني كانت عندي الفرصة وسمعت لها الشهادة ديالها كأم ناضلت من أجل استرجاعي ولدها من براثيني الإرهاب وداعش. الفيلم الثاني اللي تعرض البارح وهو لا كونسبيراسيون دو كير، واللي كيترجم بولد من الجنة، فيلم رائع رائع جدا وجديد، يعني صدر مؤخرا، ويعني كيشوف يتكلم عن الصراع ما بين الدين والسلطة، وبعض المشاهد العميقة جدا باستعمال الصورة والأماكن، وبين كذلك يعني الاستقطاب ديال البطل اللي هو آدم، استقطابه من طرف الدولة اللي تم توظيفه في ذلك الصراع، بدون أن أدخل في التفاصيل، ولكن الحياة انتصرت وعاد إلى قريته وهو شيخ من شيوخ الأزهر، ولكن عاد إلى كولد للجنة، إلى الصفاء، إلى الحياة البسيطة. وأعقب الفيلم نقاش جيد جدا، والمتدخلين يعني شكروا هذه المبادرة، لأنهم يعني واحد العدد كبير منهم تذكر اللقاءات السينمائية اللي كانت في السبعينات والثمانينات، اللي كانت كتسمى بنادي السينما. وكنقولوا الحمد لله على أن استطعنا ديجا نديروا هذه الايام، وعلى انها تلقى هذا الاستحسان، ولانه هو الهدف منها هو يعني تعميق البحث في الفكر المتطرف اللي كيؤدي الى الارهاب، محاوله منا احنا كضحايا او كل الباحثين في هذا الموضوع لفهم هذه الظاهره، لان حتى كيدوز الوقت بزاف عاد كيمكن لنا نتعمقوا بجميع الوسائل، ولعل السينما هي من بين أهم الوسائل اللي كتعالج الموضوع بواحد طريقة فنية راقية. إذا اليوم عندنا فيلم زد اللي هو من الكلاسيكيات ديال السنوات ديال الستينات، تم اختياره لأنه فيلم قديم شيئا ما، ولأنه قارب يعني في الستينات قارب موضوع التطرف والإرهاب من زاوية أخرى، يعني الإرهاب ديال الدولة و كيف كان يتم ترهيب المعارضين إلى آخره، بمعنى على أن الإرهاب ليس جديد، على أن الإرهاب عايش الإنسان في كل مراحله، غير هو كل مرة كي يأخذ شكل جديد. يعني السينما هي السينما والصورة، لأننا نعيش الآن في عصر الصورة، الصورة تؤثر أكثر،
ويعني يمكنها أن يعني أن تجر الإنسان إلى الطرفين، إما إلى التطرف، وبالخصوص هنا كنأكد على الأطفال والشباب اللي كتتح لنا الفرصة في يعني ملي كنقوم بعمليات تحسيسية بخطورة العنف والتطرف في المؤسسات التعليمية، راه لقينا مشاكل عند الأطفال وعند اليافعين، لأنهم كيدوزوا واحد الوقت كبير أمام شاشاتهم ويغوصون في عالم الـ يعني الـ الانترنت والفيديو اللي كيتنشروا، وما عندهم حتى مواكبة وحتى مراقبة من طرف الوالدين. وكاين الصورة اللي كيمكن تكون بالجمالية ديال السينما واللي كتخرجك من ذاك الإطار الضيق وكتفتح لك عوالم بالفن لربما لفهمي ما وقع سواء في القديم ولا حاليا. والأهداف ديال الجمعية عندنا الهدف الأول هو إحياء الذكرى في كل 16 ماي ولا في كل 28 أبريل في أرقانة في مراكش، والهدف هو حتى لا ننسى الضحايا وما وقع لعائلة الضحايا، وكتكون مناسبة كذلك يعني لجر أو ناقص الخطر، لأن الإرهاب ما زال بيننا خصوصا، وكنرجعوا دابا لوسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها خطابات تكفيرية، وهذا والأطفال ديالنا ما هذا هو المشكل، أنهم ينساقون وراء هذه الخطابات. إذا كتكون فرصة لهذه يعني كنخدموا على الذاكرة وعلى التحسيس حتى في النهار ديال الوقفة. الهدف الثاني الرئيسي عندنا هو تحسيس في المؤسسة التعليمية، هذا كنعطيو له أولوية كبيرة، لأن الضحايا كيكونوا من كلتا طرفين، ونديرها بين مزدوجتين، اللي كيمشيو ضحية للعمليات الإرهابية ولا أبناء ديال بعض الأسر اللي كيتم الاستقطاب ديالهم. وحنا ما بغيناش يوقع مرة أخرى ما وقع في المغرب بصفة خاصة ولا في جميع أنحاء العالم. وعندنا الملتقيات الدولية اللي كان نشاركوا فيها، وكيف ما ذكرنا من قبل عندنا التحسيس عن طريق الفن، يعني استعملنا الموسيقى، استعملنا الرسم، وحنا الآن في الدورة الثانية ديال الأيام السينمائية.